والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار، نتحول ومعه أخبار الاقتصاد بالتفاصيل. إليك مصطفى. شكرا نهى توفيق، وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة اقتصادية في نشرة التاسعة نتابع فيها. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع قضية تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إيليا جريد، ويمتد نطاق هذه الدراسة الاستشارية وفقا لهذا العقد لمدة 9 أشهر. تتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة في ضوء التوسعات الهائلة والتي تمت بالشبكة خلال 8 سنوات الماضية، وكذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة. تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ جهودها لدعم الصناعة الوطنية، وقد التقت عقب افتتاحها بالمجمع الصناعي بجرجة جمعية رجال الأعمال بسوهاج لبحث سبل دعم وتنمية الصناعة والوقوف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والمصنعون بالمحافظة. أثمر اللقاء عن عدد من القرارات، من أبرز هذه اللقاءات والقرارات أولوية التسليم للوحدات مكتملة المرافق، وعدم تسليم وحدات غير مكتملة، وإعادة تعريف وتوصيف الشركات الصغيرة لدى البنك المركزي بما يتوافق مع معدلات التضخم الحالية، واستغلال الظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج، واستغلال المنطقة الصناعية المخصصة بدار السلام للصناعات الثقيلة. كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء ميناء جاف بمحافظة سوهاج، وزيادة قدرة محولات الكهرباء الخاصة بالمناطق الصناعية، والعمل على تطوير ميناء سفاجة. يأتي ذلك في إطار استمرار توحيد وتكامل الجهود لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. تهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة. تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي مؤشر EGX 70 وسط تداولات مرتفعة. وما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بما نسبته 0.03% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 صعد بنسبة 42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة. وكذلك هبط مؤشر EGX 100 بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط مكاسبها لترتفع بذلك بأكثر من 1%، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة والمرتبطة بكورونا في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب العالمي على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتصل إلى 87 دولار و9 سنتات للبرميل الواحد. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.66% لتصل إلى 81 دولار و51 سنتا للبرميل.
كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.46% لتصل إلى 3.21 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 4% لتسجل 3.44 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وكالة الطاقة الدولية بأن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كورونا في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط في هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا كنتيجة للسقف السعري المفروض على النفط الروسي. في الوقت ذاته من المقرر أن يأتي النمو الرئيسي في إمدادات النفط من الولايات المتحدة، إذ سينخفض إنتاج مجموعة أوبك بلس المنتجة للنفط بواقع 870 ألف برميل يوميا، وقد تتصدر روسيا قائمة الدول التي ستخفض الإنتاج. هذا وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط الروسي تقلص بواقع 200 ألف برميل يوميا فقط في ديسمبر، بعدما حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام منها المنقول بحرا، وفرض ائتلاف الدول سقف أسعار على الخام الروسي. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع نهى توفيق ودينا فكري. شكرا جزيلا لك مصطفى.